يقول: ما حكم من يصف الناس بأصيل وبيسري سواء في المعاملة أو في الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن بالأنساب والنياحة. لا يجوز الطعن بالأنساب الناس أبدا، خاصة أن الإنسان أصله وفصله ونسبه هذا شيء لا فضل له فيه، ما له فضل فيه حتى يفتخر به الإنسان. فالقصد أن الإنسان لا يجوز له أن يطعن في أنساب الناس، والطعن في أنساب الناس له حالتان: الحالة الأولى أن يشكك في أنسابهم بدون سبب، الحالة الثانية أن يهينهم أو يطعن في أنسابهم من حيث أن يحتقرهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس. فلا يجوز الإنسان يحتقر الناس والعياذ بالله.